طيب في بقى حاجة مهمة يلا استشاركوا بقى انتوا الثلاثة. قول. اولا اتفاجئت خلال الساعات اللي فاتت في حرب في نادي الزمالك قوية جدا بين جبهتين. الجبهتين دول في مجلس إدارة نادي الزمالك، كل جبهة بتقوى بمجموعة ميديا وبمجموعة وكلاء لعيبة. يعني ايه حرب يعني؟ يعني ما بين اتنين اعضاء مجلس؟ اتنين اعضاء مجلس ماسكين ملفات مهمة وبيقوا ببعض السوشيال ميديا وبيقوا ببعض الوكلاء، ودول سبب في دمار صفقات كتير او خراب صفقات كتير، وانا كنت شاهد على وقائع كتير. المهم الموضوع ان انت بتنتقد او بتتكلم او بيبقى ليك نقد بناء لصالح نادي الزمالك او بتقول الحق، وانا معروف عني ان انا بقول الحق سواء زمالك او اهلي، واعتقد الكل عارف ان انا ماليش دعوه في اي حاجه، يعني ما بنحس الطرف على طرف. أوكي. المهم انا اتفاجئت ان انا لما ببتدي انتقد حاجات بناءه وبطريقه محترمه من غير ما اذكر اسم او من غير ما اقول يعني اقول لفظ او اعمل حاجات اللي بتحصل، هجوم شرس عليا من احد اعضاء المجلس وحرب شرسه من البعض للسوشيال ميديا عليا، وبعد كده تعتبر شبه عشان بتقولي اخبار، عشان بقول حقائق وبنتقد حاجات بطريقه، يعني عايزه اقول شكرا لكل اجهزه الدوله المحترمه وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الاب الروحي لينا كلنا، بجد بجد عامل يعني حاجه اكثر من رائعه لتطوير الاعلام، وعلى طول عامل لنا كورسات وعلى طول عامل لنا حاجات ان احنا نطور من نفسنا، وان احنا ازاي ننتقد نقد بناء من غير ما نجرح حد، وننتقد بطريقه محترمه، وفتح لنا المجال ده. فاحنا شايفين تطور كبير قوي في الميديا. تمام. فده بيتيح لك ان انت تنتقد بطريقه محترمه وطريقه لبقه. لكن لما الانتقاد ده يجي قدامه تكميم، ويجي قدامه ان انت لو اتكلمت هتتوقف، وان انت هيتعمل فيك قضايا وتهديد بقضايا وتهديد بمحاضر وتهديد بحاجات زي كده. انت تهددت بكده يعني؟ انا تهددت علني وراح لناس علشان تبلغني ان بتعمل فيه قضايا. النهارده تم ايقافي بدون علم مجلس اداره نادي الزمالك من احد اعضاء مجلس الاداره، وتم تعليق ورقه بقرار ايقافي بالاسمين، الاسم الحقيقي في البطاقه والاسم ملك موسى. لا والله. واتعلقت في كل الابواب وممنوع الدخول من غير ما حد يتصل بيا ولا حد يبلغني بتحقيق. انت عضوه في النادي؟ انا عضوه في نادي الزمالك. انا متربيه في نادي الزمالك من عندي 5 سنين. فان انا كعضوه انا بروح، لما بروح بقعد شويه مع اصحابي وبتاع وبمشي، مفيش اي ازمه، بالعكس الناس كلها بتحبني في نادي الزمالك الحمد لله، حتى اغلبيه اعضاء المجلس. تمام. حتى كابتن حسين لبيب شخصيا وعلاقتي كويسه جدا بيه، وهو بيقول لي انتقدي طالما انت بتنتقدي بطريقه كويسه ما عنديش مشكله. خلاص قال لي لو قلت حتى علينا فشل، قلت ايه انت انت ده وجهه نظرك، انا ما اقدرش الومك طالما ما تجاوزتش حدودي. فالموضوع منتهي، ابص الاقي تم ايقافي ورسمي بدون تحقيق، بدون تحقيق، بدون ما حد اتصل بيا. طب انت دلوقتي بتحاسبني على ان انا عضو الجمعيه العموميه وداخله النادي وما بعملش اي حاجه، ولا انت دخلت مشاكل الشغل في ان انا عضوه؟ طب هو هو الف ب ده ايقاف باطل، الف ب عشان مفيش تحقيق. طبعا مفيش اي حاجه، يعني الزمالك اصلا كمان يسير على وفقا للائحه الاسترشاديه للانديه الرياضيه، حتى ما عندوش لائحه خاصه اعتقد الزمالك. لا 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 ما عندوش لائحه خاصه. طيب انت بتعمل ده ليه؟ لو بصوا بس، او حد تعب نفسه للمده دي يعني ويبص في اللائحه الاسترشاديه وقانون الرياضه هيلاقي ان دي مخالفه واضحه. اتفاجئت. وهنا لازم يا ملك انت تتوجهي لوزاره الشباب والرياضه. انا هعمل ده وهرفع قضيه، حتى لو الوزاره ما عملتش حاجه، بس ده اجراء رسمي قانوني انه بتتعاطي على فكره ان في ايقاف بدون تحقيق. بدون تحقيق. تاني حاجة لقيت المدير التنفيذي اللي هو حسن موسى اللي المفروض ده مدير تنفيذي فيلم بكل اللوائح والقوانين، ما صدق خد القرار وعلق علق علق على الابواب. اولا انت المفروض ما تعلقش حاجة على الابواب، ده غلط مش قانوني. مجلس انت بتحطه في لوحة اعلانات، في لوحة اعلانات لاي قرارات بأي فانت بتعمل كده ازاي؟ ده امر لازم يتم مراجعته في الحقيقه، لان حق اي حد ان هو ينتقد، اللي هو اي حد هينتقد هينتقد. تمام. هيتم عمل اجراء قانوني ومحضر، وفي لفظ غريب بيتقال اللي هو ايه، اللي هينتقد مش هيكمل شغل او ان احنا هنقعده في البيت او الكلام ده. انا عايز اعرف يعني اوعي تقولي دي ازاي بتاعت اكبر قلعه رياضيه في مصر. لا يعني ايه، يعني ايه لما انت تنتقد نقد بناء تقعدني في بيتي؟ هو انا مش شغاله عند حضرتك، انا شغاله في مؤسسات محترمه. طبعا. طيب